المفيد، خلي اعطيك المفيد. تفضل. طيب هسه احنا ليش هاي النقاشات وكذا؟ يلا باختصار. النتائج ما راح تعلن، يعني انا حسب معلوماتي النتائج ما راح تعلن لان اكو بيها مشاكل ومشاكل كبيره. اعلان النتائج بهذا يعني بهاي الارقام اللي اعلنت عنها راح تودي البلد الى المجهول، راح تودي البلد مو بس الى المجهول، صحيح، الى حرب طاحنه، الى المستنقع الدامي. وهذه إشكالية، يعني إشكالية كبيرة جدا. اليوم نحن تحت أمر واقع، اليوم عندنا متظاهرين، يعني صراحة سادين بوابين من الخضراء، وهاي صار لهم تقريبا فوق العشرة أيام متظاهرين. ست هيفاء عوفك من المتظاهرين؟ لا شلون أعوف، يعني اليوم إرباك كبير، يعني شلون أعوف؟ خليني أكمل هسه المتظاهرين، خليني أكمل. هاي المفوضية إذا أبقت على هاي النتائج، فأنا أقول لك البلد رايح إلى المستنقع الدامي، الى المستنقع الدامي. يعني الخلل مو بالسيد الكاظمي، هسه اعترفت الخلل يم المفوضيه والسيد الكاظمي ما له دخل بهذا الموضوع. تقولين لي لو انت ترتين تقولين هذا الحكي، حتى تقولين انا يعني على اعتبار ايات السماء وحجه، انا ما حكيت هذا الحكي، انا اتهم الكاظمي، وانا اتهم مو بس الكاظمي، اتهم اطراف دوليه واقليميه والحكومه والمفوضيه كلهم ذولا.